أنا اليوم الحالي وش دعوة، لكن على العموم ما في مشكلة، أنا ما أحتاج متسابقين لأني أنا الحالي متأكد أني أشيل البرنامج كاملاً بالموظفين ومتسابقينه. لا لا، ما اتفقنا تشغل سبيكر تصنع، لا تفتح سبيكر تصنع بيني وبين المتسابقين مشاكل، توني جالس أذم فيهم. مرحبا، أهلاً وسهلاً ومرحبا، هلا باللي زعلان عليهم وزعلانين علي. لا تكلموني ولا أكلمكم حتى، لا 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 ما ت... ما ولا تسلم، لا ما تسلم علي، سلام نظر، هلا وسهلا، سلام نظر، هلا وسهلا، هلا وسهلا، حياك، هلا هلا هلا، استريح، هلا 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 هلا، والله زعلان، لا حد يكلم احد، لا حد، بيني وبينكم حواجز. الله يدني، بنتضارب على الهواء ترى قدام الناس، خلونا بكاريزماتنا وشخصياتنا كذا، ما لها سعود. خلاص تفضلوا، نايف تفضلوا، والله ابو نايف قم دافع عني، قم بديت القاعده، حط رجع، قم لابس تانج، قم دافع عني، جلسهم يلا، تعال جلسهم، جلسهم. انا احاول اني اطلع شخصيتي كذا القاسيه الشديد، يعني انا خفت. ها انا خفت والله انك نصاب. والله هلا وسهلا، هلا 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 هلا، سلام نظر، هلا 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 هلا، تحيه لابو نايف، هلا وسهلا، هلا زعلان منك شبي، هلا هلا وسهلا، مديتي منايف ونايف ما ردك، خلاص 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 ام رحمه الله وبركاته، نسيت بالخير يا ابو نايف، هلا وسهلا. داخل زواج انت يا غالي؟ سم داخل زواج يا اخي، داخل فرحتي فيك. اختصر لك، اختصر لك الموضوع، اختصر تكشخ ايش سم وين من سلام، هلا وسهلا، الحربي بالله، هذا طلع ما حبيت انا مره، طلع طلع برا، طلع برا بالله، روح جيب لي من الغربي حاجه، ها استعج 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 استعج، اجيبك ولا استعج الا ابن عمي، ابشر بس الا ابن عم، ابشر بس استرح استرح، لا لا يمزح يمزح عليك، يمزح عليك. يا مرحبا، مسيتوا بالخير جميعا، هلا وسهلا، شلونكم؟ من باقي من المتسابقين اليوم؟ المتسابقين جميعا سامعيني بالقريه، تفضلوا على الهاوس، مسيتوا بالخير جميعا. يعطيكم العافيه، من هو؟ مسجون، مسجون، خله الله يفك اسره، خله بسلامته، ما في مشكله. اليوم راح تكون الاليه مختلفه، لا ما في بشاير، البشاير اول يوم كنا حبايب، والحين حبايب، اول يوم كانت الدنيا طيبه، الحين لا، هذاك اول، هذاك اول يا عبد الله. لا لا يطاوعني ابشرك، الحمد لله، لاني اخذت قلبي حطيته برا اسوار القريه ودخلت من دونه. شنار انت واللي عندك، تفضلوا يلا شنار، يا داعي شنار، يا السلام عليكم، يا مرحبا، هلا وسهلا، حيا الله، الله يبقيك، طول عمرك، نعتذر على التاخير يا ابو نايف، ولا يهمك، الدنيا بخير. الودعاني وينه؟ اكثر واحد مسبب مشاكل ما اشوفه، ما شاء الله، الزئ. طيب عشان كذا يقلب ابوك. طيب نمسي عليكم بالخير جميعا، والله يحييكم. اليوم في لحظه لقاء الاليه راح تكون مختلفه تماما، اليوم ما فيه ايصال مشاعر، ما فيه إيصال مشاعر مع الأسف الشديد، ما راح نستعرض لكم تغريدات ولا فيديوهات ولا فيه ضيوف، ها؟ أنا كفي، حضورك يكفي، أنا كفي. لا بخصوص التغريدات والفيديوهات فألغيت من فقرة لحظة لقاء، راح تترحل إلى فقرة أخرى راح تشوفونها إن شاء الله، فنقتصر اليوم لحظة لقاء على لحظة اللقاء الحقيقية. يا سلام، تمام، هذا أمر. الأمر الثاني راح تكون لها آلية مختلفة شوي، في إن الأهل اللي زايرين اليوم، يعني ما بقول يلتقون بالمتسابق مباشرة، بتكون في آلية بسيطة يعني كذا حلوة، لكن بعيدا عنكم، يعني أطلع آخذ المتسابق وأتمشى أنا وياه في ساحات القرية، وفي وقتها لكل حات حديث. ما عاد في مستشار، ما عاد في مستشار، اوف، وادوري وظيفه ثانيه. انت اليوم مشخص تحسب نفسك مستشار؟ انا صاير بجيك بالشنطه بكره، كل الفقرات والحلقات اللي صرت فيها مستشار باءت بالفشل. لا 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 يا ابو، مو انت اللي فشلتها، يعني ما ادري، خربت شنار، شنار من حلقتي، ربنا لا تؤاخذني، اثني على الله وعلى الرجال ذا شنار، الحلقة الوحيدة ما هي مقياس، اللهم لك الحمد، لا لا ما عليك، من أربعة ما نجاح، ابو نايف الله يسامحه،
نسبة 25% ترى. بس حضرتك في مجمل اسم لحظة اللقاء انها جمعت لحظة اللقاء صحيح. والله شوف ان كان في ان كان فيه من حسنة في لحظة لقاء فهو عبد الله العتيبي. يستاهل الله. شكرا يا ابو نايف. طيب سم يا سالم. الآلية الجديدة. هل يمديني يعني اشوفهم او ما اشوفهم؟ اي تشوفهم ما تشوفهم. يعني فيه. كل ما منك مقبول يا ابو نايف. الله يطول عمرك يا حبيبي. طيب بس قبل لا ننطلق ونتوكل على الله ونعرف من هو المتسابق مباشرة اللي زارنا في القرية أو زارونا أهله في القرية اليوم في أبو في طفلة صغنونة جاية ليلة في إخوان في توزيعات في هدايا في تجهيز